وسجل كاغوستو سنة لباتن سدح لباتن وحنا عمر جو حكسر وهذا خلاصة وركة وركة كيمان يقبل كشبل ذهوس جارهان ديجان كي يخبره إن يقبل كاسيا كسر ورمية إن حب نكتر سن شباب يوير ركوا قادين فريسن عيدا كمليشيات كأه كسر جيدا ديجان هذا مامل كاس كونفور قلب هذا يكل يهين دولت كي يخبره إن يويرن وركوا حياة الماميان إن يجرين قصارة مشوي دعوة والله بدر نحسوك الجاري ملشيات كان وحال الشيء إنه مالمه قدم به هلك سكوه جامني حلبان دائرة مين جيسو وكم إذا حلبان هذا برلمان كجمهورية فدرال كأه إسماعيلية حلبان كأه الله وحاول الشيء إن عيد مرهون دو كجر لجوه الرجال كاسي وحاول الشيء إن متكم إذا أسكرتي ولا سعدي هلك سيو كل إنتي هلك دين عكلاء هلك سي كل ضج علينا أي كدي للح روح ورك كيمان يدين عكون فرق البيت جارهان الديجان هذا هوس قدك مدى دينصور قبل كباي وحيشيء يعني وير كبد بادي متكم إذا نبضون هذا هلك سكوسون وحال الشيء جوبا يكسر عطي أسك الله ونحرسته لبا أسكري أو شلي كتك تبي دبو لجون الدليل دولت كدك مدى سدينصور قبل كاسي باي أي أتاجناين نبضون كي يحبنوك لي أو لسعدي لكن حبنوك ترى الشباب هلك سوير مدافع لو هذا يكسر يكو قادين وحاسي هلك سكر دعي هول قال كوبان وايسميين عيدا كي هلك كوسقنا إدراويش تكون فرق البيت دولت كمجال هذا مركا حرونت قبل كشبل هذا هوسه الله أون حريسته وحاجاري أي لسعودين داس شعبا أي مينو كلا غرح ذي كدباد شن إيو طبان روح إيو إن كبدا غيري دا عرور إيو سيدو كاليهو يو ينكودا أو لسعودي غاري غاسي أيو سببي غرحاسي وحانا سيدو كالي جيرا دا وعيو كالي دوبانو سو غاري داد كالكا كسوغنا أمو غاري غاسي سارنا غاري غا وحاو كو غرحي سيدا لشيغي ديغان لغو مغا حابو أبي كرو أو هو ساقدق مدى مركا إسلا مركا ناود حيا شلانبود إيو سيدو كالي كابتان لاس dadka dhaawacaha oo qarkood la sheegay inay qabaan dhaawacyo culus waxa loo qaaday isbitaalka weyn ee degmada Shalambood ee gobolka Shabeelada Hoose maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa 10 sano oo xabsi ah waxa ay ku riday Abuukar Maxamed Xasan oo la sheegay in galmo sharci darro ah uu la sameeyay iyo duubida muuqaal anshax xumo ah kuwaasi oo habeen Soomaaliyeed uu ku sameeyay sida ay maxkamadu markaasii la horgeeyay xilmanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta kulankoodii caadiga ahaa waxay ku yeesheen xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho xilmanadu waxay ka doodeen xeerka hanti dhawrka guud ee qaranka iyadoona inta badan xilmanadu ay soo bandhigeen waxyaabaha ay doodooda ku aadan tahay dalka Niger ay ugu dambeeyna waxa socda barnaamijyada ugu waaweynaa oo lagu garab istaagayo militarygii dhawaan afgambiga ku qabsaday isla markaana laga dalbanayo inay iyagu soo daayaan madaxweynaha waddankaasi Niger Mohamed Bazoum iyadoona dhinaca kale ay socdaan in galbeedka Afrika wadamada markaasii ku abtirsada waan maalinta Britain la filayo in kulan degdeg ah ka yeeshaan arinta Niger khulaasada wararka waa igeentaas.